لما يجي النشاط المسرحي يعود مرة تانية لسيناء، أقدر أقول لك أيوة هو سيناء رجعت كاملة لينا، مصر اليوم في عيد. النشاط المسرحي غاب عن سيناء 11 سنة بسبب الإرهاب، وكان هذا الإرهاب إرهاب دامي حقير إلى أبعد الحدود. قتل مدنيين، عسكريين، شرطة، يعني ما فرقش. إرهاب قتل الكل وحاول يقضي على الكل ويحرق الأخضر قبل اليابس. فلما نبقى بذلنا دمنا علشان خاطر سينا ترجع لنا بإذن الله سبحانه وتعالى زي الفل وكأنها ثوب أبيض جديد، فكان يبقى مهم قوي انه مش بس بتحصل كمان المشروعات التنموية اللي في سينا، لكن كمان انك تغذي العقول والروح وتقدم النشاط المسرحي مرة تانية بعد 11 سنة وفي قصر ثقافة العريش. بصراحة حاجة تفرح وتنذر وتبشر بكل الخير طول الوقت، مش هقولك تنذر بقى، فتنذر يعني قد تذهب إلى الخطر، أما تبشر فهي إلى الخير دائما. معانا على التليفون مخرج المسرحي دكتور مجدي الشريف، أهلا بيك يا دكتور. أهلا أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. بس اللهجة دي مش سيناوي. لأني اتربيت في مصر كتير. يعني حضرتك عرايشي؟ عرايشي ولا إيه؟ عريش طبعا. من فين في العريش؟ في العريش ذات نفسها. اصلا ليا واحد صاحبي بقى جدا جدا، ده صديق العمر معايا من اولى ابتدائي، محمد احمد يسري البولك، المهندس محمد احمد يسري البولك، ساكن طبعا قدام شركه المحاريت والهندسه في الشارع بتاع البحر. ما شاء الله عليك يا استاذ يوسف، إيه رأيك؟ انت حافظ البلد كده. عريش انا كمان اهو. طبعا على فكرك عايز اقول لحضرتك حاجه، وجه حضرتك بيقول ان انت عريش. انا طول ده العرايشية في منتهى الوسامة. لا يا أستاذ يوسف، فعلا وجهك شبه العريش جدا وشبه أرض العريش. نبقى أولاد عم أو إخوات، اختار. والعريش بتحبك جدا على فكرة. لا ده العريش دي في قلوبنا، أصل أنا رحتها سنين بقى طويلة مع والدتي ربنا يديها الصحة، كل سنة بنروح، وأنا كان عندي فرصة إن أنا بتلكك إنه محمد البولك صاحبي عرايشي أصلا، فإحنا في الصيف كنا لازم يبقى في كده إيه أسبوعين في العريش، ما فيهمش هزار دول. أيوة لا دايما تشرف العريش كلها تشرف بيكم. احنا كلنا نتشرف والله يا دكتور. كلمنا يا دكتور على عودة النشاط المسرحي مرة تانية والعروض اللي بتتقدم على قصر ثقافة العريش. هو طبعا يعني قبل عودة النشاط المسرحي هو عودة افتتاح قصر ثقافة العريش. الله. أنا مش عايز أقول لك إن في شهر 4 سنة 21 كان افتتاح قصر ثقافة العريش، اعتبار حدث يعني لن يكرر في أي مكان تاني. كانت الفرحة من الأعماق، لا تتخيل وجود وزارة الثقافة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الناس كلها في العريش كانت فرحانة جدا بهذا الحدث الكبير، يعني لأنه بيمثل لنا طبعا انطلاقة كبيرة جدا احنا اتحرمنا منها فترة كبيرة فوق ال 11 سنة. فعاد القصر مرة تانية الحمد لله، فنفرح وتعود بالزبط. العروض بالظبط. طيب ايه العروض اللي بدأناها؟ احنا في قبل افتتاح القصر كنا عملنا عرض اسمه حكاية بنت اسمها روضة، وكان العرض متاخد من موقعة الروضة اللي حصلت اللي طبعاً أدمت كل طبعاً البشر. مسجد الروضة. مسجد الروضة طبعا. انا خدتها بشكل رمزي وكتبت نص بشكل رمزي وبدأنا نعمله بجهود ذاتية، والحمد لله اتعرض وسمع كتير جدا، وكان ده نواة الفرقة القومية للفنون المسرحية بقصر ثقافة العريش. جميل. طيب ده كده عرض باسم بنت اسمها روضة، حكاية بنت اسمها روضة. حكاية بنت اسمها روضة. أيوة فندم. طيب ده العرض الوحيد اللي قدم حتى هذه اللحظة ولا في عروض تانية؟ لا في عروض. احنا السنه دي يعني قصر الثقافه او مديريه الثقافه عملت ثلاث عروض، عرض نادي مسرح وشريحة التجريبيه وعرض فرقه قوميه ان شاء الله هيفتح بكره باذن الله. طيب ده شيء عظيم جدا. طيب قول لي بقى عايزين ايه في قصر ثقافه العريش والعبد لله
يعني قد يفعل شيء باعتباره مذيع وقد يفعل أشياء أخرى، وأنا مش من الناس اللي أبدا تخلط ما بين الحاجتين وبالذات في البرنامج، بس يعني باعتباره وكيل لجنة الثقافة في المجلس، قل لي. احنا بص حضرتك، احنا اولا احنا بنعتبر القوة الناعمة اللي بتحارب مع الجيش والشرطة وبندافع عن بلدنا، لان العريش او شمال سيناء عامة كلها بلدنا، فاحنا بندافع عن بلدنا بالقوة الناعمة اللي احنا بنمتلكها. طبعا عايزين ايه؟ دي حاجة كبيرة جدا، احنا بقالنا 11 سنة ما عملناش حاجة خالص، واخد بال حضرتك، فبادئين من جديد. لا، فاحنا عايزين حاجات كتير جدا جدا جدا، لان انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اولا الطفل في العريش مظلوم ظلم جامد جدا، لان مواليد من 2007 لغايه 2020 المواليد دي كلها للاسف نشات وترعرعت في ظل ظروف الحرب على الارهاب. صحيح. فتبص تلاقي الطفل الصغير والمتوسط كل اللي في دماغه حرب، دبابة، مدرعة، إرهابيين، زي كده، واخد بال حضرتك؟ الفترة دي كلها كانت فترة طبعا سواد على شمال سيناء، ده الناس كلها تعرف المعلومة دي. فاحنا عايزين ننهض بهذا الشباب كله، ننهض بتثقيفه، ننهض اللي هو يعرف أرض وطنه كويس جدا. طبعا احنا هنا بنتعامل بأمن وأمان حاليا بعد 2018 بالذات، بعد الحملة بتاعت 2018 اللي قضت على نسبة كبيرة جدا جدا من الإرهاب، وبدأنا ان احنا نتفتح شوية. فاحنا فعلا محتاجين ان احنا الشباب بتاعنا ده كله لا يعيد حياته من جديد، عشان احنا نقدر ناثر عليه ثقافيا وفنيا وتعليميا، بحيث انه يكون مواطن صالح بيحمي بلده، بيحمي عرضه، وبيحمي مصر كلها. خلاص باذن الله ممكن حتى نقعد نلتقي مره، والله بتكلم بجد، ونقعد نفهم القصة. وبعدين انتوا عندكم رئيس هيئة زي الفل الدكتور هشام، فانا حتى برضو هحاول افهم منه قدر الامكان ايه كل الحاجات اللي ممكن تبقى مطلوبة، ودينا في ايدينا في ايدين بعض نبني مرة تانية الحركة الثقافية والمسرحية والفنية في العريش. ما عندناش اغلى منكم يا دكتور. الله يخليك يا استاذ يوسف، وطبعا الدكتور هشام مش مقصر في حاجه في العريش، وانا متاكد رئيس اقليم القناه وسناء الكاتب محمد نبيل، ما شاء الله هو على فكره عندنا النهارده، يعني هو انا لسه جاي من بروفا جنرال بتاع عرض عرس كريب اللي هيتعرض بكره، وهو شاهد العرض يعني واثنى عليه الحمد لله. عندنا قصر الثقافة بالأستاذ أشرف المشرحاني مدير القصر بجميع العاملين، بصراحة ما بيدخروش جهد، بس احنا فعلا طماعين جدا ان احنا محتاجين أكتر وأكتر وأكتر. الطمع في الخير محمود، شريحة مسرح طفل كمان، يعني مهم جدا الطفل، أنا بركز على الطفل بالذات لأن هو ده النواة وبناء الدولة الحديثة اللي احنا بنرعاها يعني، أو اللي احنا بنأملها. أنا أتفق معاك على طول الخط، اهم حد عندي هو الطفل طبعا طبعا. عاوز ابني وجدانه مظبوط. بالظبط. ان شاء الله ان شاء الله كل الدعم باذن الله، وكل اللي انتم عايزينه باذن الله سبحانه وتعالى هيتحقق. انا بشكرك مره ثانيه دكتور مجدي، مبسوط وتشرفت بمعرفتك ده اولا، وبمداخلتك التليفونيه ده ثانيا، كل الشكر. وكان هذا في حديث في إطار عودة مرة ثانية للنشاط المسرحي بإذن الله سبحانه وتعالى، يعود في كامل بهائه وقوته ونشاطه وفاعليته بإذن الله في ربوع العريش، ويبقى مش بس في قصر الثقافة ده، تخيل كده هيجي يوم هتتعمل الأصول، هتتعمل قصدي المسرحيات في الأماكن المفتوحة والمكشوفة، وهيبقى في مسرح جو، هيجي وقت ده هيحصل. بس خليك مؤمن بانه ربنا هيدي لك اللي انت عايزه، لو انت عايز فعلا كده، عايز كده، انت البني ادم ان عزت شيء واخلصت النيه، ثق ان ربنا هيديها لك 100%. كلنا عايزين نوقف العريش على رجليها ونرجع الحركه المسرحيه والفنيه والثقافيه، فباذن الله سبحانه وتعالى هيحصل، ثق ان ربنا معانا، قول ان شاء الله.